ازيكم عاملين ايه؟ في درس النهارده هعرفكم ازاي نقدر نسرع الجوب لاعلى اداء، وزي ما بيقولوا اهم من الشغل ظبط الشغل. تعالوا اوريكم ازاي نقدر نسرع الفوتوشوب في 5 خطوات بس. اول خطوه عندنا هي نروح من قائمه اديت، هنختار بريفرنس، من بريفرنس هنختار الجنرال. هتفتح لنا القائمه دي. هبدا دلوقتي اخش على بريفورمانس، واول خيار عندنا هنا الميموري، ده بيبقى على حسب الرام اللي عندكم. انا دلوقتي وليكن عندي مثلا رام 8، فهو بيقول لي المتاح من الرام 8 5 بالظبط. طيب فانت عايز تستخدم كام من الخمسه دي؟ عايز مثلا تستخدم 3 وتخلي 2 رام فاضيين لو هتشغل مثلا موسيقى ولا اغنيه في الخلفيه، او تبقى فاتح جوجل او اي حاجه من دي، فممكن اخليها 95% كده. اديت له 5200 من 5400 اللي هو اداهم لي. دي اول خيار. تاني خيار عندنا هنا هو بيبقى عامل لك زي بريست كده، ان انت بتشتغل ايه. انا بتشتغل مثلا ديزاين، او انت شغلك مثلا بتظبط صور وريتاتشنج، او مثلا صور اللي هي بتبقى بيكسل وحاجات عاليه قوي. فانت بتختار على حسب انت بتشتغل ايه. في اللي بيشتغل ويب وديزاين، في واحد تاني لا بيشتغل صور وريتاتشنج وكده، تختار اللي انت عايزه. انا سيبها ديفولت زي ما هي. هنيجي تالت خيار هو الادفانسد سيتنج، هندوس عليها هتلاقي عندك الخيار ده مش بيتفعل، اليوز اوبن جي ال، المفروض ده بتاع كارت الشاشه، اللي هو لو عندك كارت شاشه يبدا يستخدم كارت الشاشه مع الرامات عشان يديك اداء افضل. فانت هتفعلها وهتدوس اوكي. كده خلصنا 3 خاصيات في تسريع الفوتوشوب. هنيجي لاخر حاجه هندوس اوكي. علشان تطبق عندك الاعدادات دي هتبدا انك ترستر الفوتوشوب والجهاز خالص وتشغله تاني، هتحس بالاداء والفرق. ودلوقتي النقطه اللي بعدها خش على قائمه اديت واختار الخيار ده وهندوس على اول. ده معناه انه هيمسح الحاجات او الملفات او الصور اللي انت اشتغلت عليها مثلا ما لهاش لازمه من وجهه نظره، هي مش هتاثر عليك، هي مثلا حاجات من سنه او من فتره طويله خلاص ما لهاش لازمه. فهو هيبدا ينظف الكلام ده وهتلاقي عندك عمليه الفوتوشوب بقت سريعه جدا. اخر حاجه عندنا هتيجي على السهم هنا تحت، هندوس هتلاقيها ايا كان عندك موجوده هنا، هتعملها الخيار ده هيبان عندك ان هو 100%. ده وانت شغال بالفوتوشوب مثلا، ولو لقيتها ان هي 70% تعرف ان انت عندك فاقد 30%، دي يبقى الرامات او انت محمل. هتشوف انت مشغل حاجه في الخلفيه تبدا توقفها. بس يا اصحابي كده كان درسنا النهارده، اتمنى اكون افدتكم. لو عجبك درس النهارده ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك علشان انزل حاجات جامده الفتره الجايه.